مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، العراقيون يبدأون في الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم داعش، ومصادر عراقية تعلن أنها قتلت انتحاريين من داعش سعيا لاستهداف مراكز الاقتراع في محافظة ديالى، وفككت عبوة ناسفة بمحافظة كركوك استهدفت مركزا انتخابيا. المقاومة اليمنية بإسناد من التحالف العربي تتمكن من تحرير جبل العمري في الساحل الغربي بعد حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية وقطع الإمدادات عنها. وسائل إعلام تفيد بأن مقاتلتان أمريكيتان اعترضتا قاذفتين روسيتين قبالة ساحل ألاسكا. في أخبارنا المنوعة، شركة سبيس أكس تطلق بنجاح نسخة مطورة من صاروخ فالكون 9 المصمم لحمل مركبات مأهولة في المستقبل من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، حاملاً قمراً صناعياً مخصصاً للاتصالات لبنغلاديش. إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها سترسل طائرة هليكوبتر صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ.